بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في محاضرات كورس ساني فيغاس. اليوم المحاضرة الخامسة. في هذه المحاضرة سنتكلم عن عدة أمور. في البداية سنشرح كيفية إزالة أو حفظ الفيديو بدون صوت. عندنا فيديو فيه صوت نريد حفظه كصوت فقط. هذا الأمر لم أشرحه في المحاضرات السابقة وقد طلب مني، لذلك سأشرحه الآن. عندنا هذا الفيديو وأتينا إلى التايم لاين وشغلناه، عبارة عن أنشودة الدارين. لاحظ معي. بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. أول شيء ستعلمون كيفية فصل الصوت عن الفيديو. مثلا أنا أريد فقط الفيديو ولا أريد الصوت. عندنا عدة طرق. من أحد هذه الطرق أننا نقوم بكتم تراك الصوت. كيف نقوم بذلك؟ نأتي إلى هذه العلامة ميوت، اختاره مرة واحدة تلقائيا يحذف لنا الصوت مؤقتا، يعني فقط سيختفي، لن يحذف نهائيا. لو ضغطنا على بلاي لن يشتغل الصوت لأننا عملنا ميوت كاتم له. لاحظ معي، فقط فيديو. طيب لو أننا أزلنا هذه مرة أخرى، لو حركنا الاثنان معا لاحظ بأنهما يتحركان معا. طيب أريد شيء يجعلهما لا يتحركان معا. مثلا لو أتيت إلى الفيديو إلى الصوت واختاريت ديليت سيحذف الاثنان معا. لاحظ معي، كليك يمين ديليت، حذف الاثنان معا. طيب أنا أريد أن أحذف فقط الصوت، يعني أن أفرق بينهما، أن يكون كل تراك في حاله. كيف نقوم بذلك؟ عندنا في الأعلى شكل قفل مرسوم. عندما نأتي إليه يقول لنا ignore event grouping، يعني أن نقوم بتفريقهما لن يكونا متجمعين. لو ضغطنا مرة واحدة فقط هنا وأتينا إلى الفيديو مثلا وحركناه يتحرك الفيديو لحاله، وأتينا إلى الصوت تحرك الصوت لحاله. طيب نأتي إلى الفيديو، كليك يمين اختار ديليت، حذف الفيديو. لو رجعنا بالعكس كنترول زد نأتي إلى الصوت، كليك يمين اختار ديليت، يحذف الصوت لحاله. طيب يقول لي أحد الأشخاص أنا أريد الحفظ كصوت فقط. نأتي إلى الفيديو نختاره، اختار ديليت من الكيبورد، حذف الفيديو. عندنا هذا الصوت لو شغلناه. بالعلم ويا العمل. طيب الآن فقط الصوت. نذهب إلى قائمة فايل ومثل ما نختار ريندر أز. بعد ذلك نقوم باختيار سيف أز تايب، نختار صيغة الـ MP3 أو ويف على حسب ما تريد. أنا أفضل MP3. بعد ذلك نقوم بتسمية ومثل ما سنختار سيف. يقول أن هذا الاسم تلقائيا مأخوذ عندك في الجهاز. طيب أقول له يس، تلقائيا سيحفظ لحاله. أنا لا أريد الحفظ الآن، سأختار نو. سأقوم بتغيير الاسم، اختار اوكي. بعدها يتم الحفظ لو قمنا بعمل بلاي. بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. هذا فيما يخص كيفية حفظ المقطع الصوتي لحاله حتى لو كان الفيديو موجود. حتى لو كان هذا الفيديو موجود أيضا سنختار فايل ومن ثم سنختار ريندر أز ومن ثم نختار MP3 ومن ثم نحدد الاسم تلقائيا سنختار سيف، سيحفظ حتى لو كان الفيديو موجود. هذا بما يخص الحفظ للصوت لحاله. ننتقل الآن إلى تقطيع الصوتيات في التايم لاين. عندنا هذا مقطع صوتي، سحب إفلات إلى التايم لاين. بعد ذلك نتيجة تشغيله عندنا في البداية صوت لا نريده. مثلا عندي صوت تغبيش أو أي شيء تسموه شوشرة، أي شيء
أنه صوت في البداية غير جيد لو لاحظنا. هذا الصوت أريد حذفه. كيف ذلك؟ أول شيء نعمل زوم بالبكرة ونحدد المنطقة هذه. لاحظ معي إلى هذا المكان قبل البداية. نختار مرة واحدة كليك، بعد ذلك نختار اسم للكيبورد، ومن ثم أصبح لدينا هذا الصوت الزائد. نختار ديليت، ومن ثم سحب على الجهة اليسار ونعمل بلاي. دع الأيام تفعل ما تشاء. طيب هذا بما يخص التقطيع، فقط نحدد مثلا هنا عندنا هذا الجزء زائد. ممكن احنا كمان انه نحدد هذا بهذا الشكل، مثلا هذا الجزء فقط نحدده بهذا الشكل. اختار ديليت، ماذا حدث؟ تم الحذف. الآن كل شيء أصبح تمام. لاحظ معي بهذا الشكل. طيب يقول لي أحد الأشخاص أنا أريد تحريك هذين حاليا الآن عندي مقطعين، المقطع الأول والمقطع الثاني، أريد أن أدمجهما مع بعض وأرجعهما كما كانا. طيب كيف يتم ذلك؟ الأمر سهل جدا. لو أتينا إلى المقطع الصوتي الأول، اخترنا كليك يمين، اخترنا select events to end. بعد ذلك لو حركنا الآن، لاحظ معي يتحرك الآن بكل سهولة مع بعض. لو أردنا إزالتهما نتراجع Ctrl Z. بعد ما تراجعنا أصبح الاثنان مختلفان. طيب لو أتينا إلى المقطع الصوتي الثاني وعملنا هذا الأمر، كليك يمين اختار select events to end، لن يتم الدمج. إذا سنأتي المقطع الأول وكليك يمين سنختار select events to end. هذا بالنسبة للدمج عفوا هذا بالنسبة للدمج بين مقطعين صوتيين تم فصلهما. الآن اثنان مترابطان. بالنسبة لتقليل الصوت في الصوتيات، هذا الصوت عندنا يعني صوته عالي كثير، أريد تقليله. كيف يتم ذلك؟ عن طريق أمور. أول شيء لو أتينا هذا تراك الصوت كامل عندنا بهذا الشكل، أريد تقليل الصوت فيه، نأتي إلى أعلى التراك. لاحظ معي يظهر لنا خيار جين أو جين، هذا أتينا إليه. لاحظ معي المؤشر كيف يصبح لو سحبناه إلى الأسفل. لاحظ معي الصوت سينخفض. طيب كيف أتأكد من ذلك؟ سنسحبه مثلا إلى هذه الدرجة وأعمل بلاي. دع الأيام تفعل ما تشاء. لاحظ معي الخيط الأبيض هذا أو الشريط الأبيض لو أنزلته إلى الأسفل أيضا بهذا الشكل. وعد البداية اسمع فقط كيف سيصبح الصوت. طيب الآن أريد رفعه قليلا لكي أزيده. لاحظ معي كيف الصوت، لو خفضته نهائيا هذا سيصبح، لن يكون هنالك صوت. لاحظ هنا في هذا المكان هذا التعداد أو القياس الصوت، رفعناه قليلا. لاحظ معي في هذا المكان قللنا بهذا الشكل. طيب لو كان الأمر بالعكس، أنا عندي هذا الصوت قليل وأريد زيادته، هذا طبعا سأرجعه إلى ما كان عليه الصوت الاعتيادي. عندي هذا الصوت مثلا كان قليل صوته، يعني ناصي بالعراقي نسميه. كيف سأقوم بزيادته؟ عن طريق التراك نفسه. من هذا المكان عندنا فوليوم أو اختصارها فقط VOL. لاحظوا هنا عندنا أصفار هنا، معناها أنه في الوسط. لو قمت بزيادته إلى اليمين سيزيد الصوت، سيكون قوي. أزيد شيء طبعا 12، ويوجد فلتر خاص بزيادة الصوت أيضا ما عدا هذا الشيء الافتراضي. طيب أنا أريده في هذا المكان، لو أتيت إلى تشغيله لاحظه سيكون عالي. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. هذا بالنسبة لعلو الصوت. طيب لانخفاضه أيضا على جهة اليسار، لاحظ معي سحبه إلى جهة اليسار.
انقاصه الى 57 تقريبا. طيب ساجعله 33. نعمل بلاي. لاحظ معي يدوب الصوت يظهر. طيب سازيده قليلا ارجو افتراضي. لاحظ معي بهذا الشكل. طيب يقول لي احد الاشخاص هل يوجد كي فريم في الصوت؟ يعني اقوم بتخفيضه في مكان معين ومن ثم ازيده في مكان اخر. نقول له نعم يمكنك ذلك عن طريق الكي فريم. في البدايه اذا انت نسيت انه هذا على 16 على 16 يعني تقيس ناقص 16 للصوت تريد ترجعه مباشره الى 00 دبل كليك فقط على هذا الشكل فوليوم سلايدر تقريبا يرجع الى 0. طيب اريد ان اقوم في البدايه بان اكون منخفض بعد ذلك يكون سريع او بصوت عالي. عندنا هذا التاتش هنا مثل ما ذكرت في الفيديو كيف نقوم بعمل دخول من الظلام الى النور. هذا بالنسبه ايضا نفس الامر. ماذا سافعل؟ ساضغط على تاتش. تلقائيا هذه الاشكال تغير فيها شيء اصبح فيها دائره في الوسط. هذا هو الكي فريم. في البدايه لاحظ معي انا ساقوم بتشغيل الصوت هذا حاليا ومن ثم كلما تقدم الصوت ساتحكم في الكي فريم. تلقائيا سيشئ لنا كي فريم للنقاص على حسب ما عملنا. لاحظ معي فقط ساقوم بالتشغيل واطبق فقط. لاحظ معي ماذا سافعل بهذه المفاتيح هذه. سانقصه في مكان ومن ثم ساعيده مثل ما كان في الفترة اللي بعدها. لاحظ معي ساشغل فقط انت انتبه الى الصوت كيف سيكون عندما اقوم بعمل كي فريم له. لاحظ معي. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يوطيه كما طيب السخاء ولا ترى للأعداء قدر إلا إن شماتة الأعداء بلا. لاحظ معي أنا قمت بعمل لاحظ معي لو عملت زوم في البكرة لاحظ معي هذه عبارة عن كي فريم. كي فريم هنا نقطة هنا نقطة هذه كلها مربعات عبارة عن نقاط. لاحظ معي من البداية حتى النهاية هذه كلها ماذا؟ كلها نقاط عملتها عندما قمت بتشغيل. طيب لاحظ معي لو أتيت الآن إلى التشغيل لاحظ معي الصوت كيف سيكون عن طريق التحريك هذه. لاحظ الصوت سيكون قليل في مكان مثل ما سيكون عالي على حسب ما عملته الآن قبل قليل. نعمل بلاي. لاحظ معي على الجهة اليسار كيف يتحرك. لاحظ على اليسار كيف يتحرك. طيب لاحظ معي كيف هذا الشيء كان يتحرك من المفتاح كان يتحرك على حسب الكي فريم اللي عملناها. طيب يقول لي احد الاشخاص هل استطيع تعديل هذه الكي فريم؟ مثلا انا في البداية صحيح انه عملت في البداية سيكون عادي مثل ما سينزل مثل ما سيصعد الصوت. طيب في البداية اريده قليل يعني يكون
بشكل ناصي مثل ما يقولون بالعراقي ناصي. ماذا سأفعل؟ هذه النقطة لاحظ مربع سأتحول إلى الأسفل. لاحظ معي هذه سأسحبه إلى الأسفل. عندما أسحبه إلى الأسفل لاحظ معي سيقول لنا ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 8 يعني الصوت سيقل. طيب في هذه النقطة الصوت سيقل. هذه كانت في الوسط سأقوم بزيادته إلى الأعلى. لاحظ معي أحركه إلى جهة اليمين وجهة اليسار. هذه النقطتين عندنا بين هذه النقطتين سأقوم بوضعها في مكان جديد مثلا في هذا المكان ستكون عالية. هنا ستكون بهذا الشكل. سأسحب هذه إلى جهة هذه الجهة. هذه على حسب المستوى الذي أريده. هنا ستكون عالية. النقطة التي بعدها ستكون قليلة. هذه النقطة ستكون قليلة أيضا. هذه أستطيع جلبها إلى هذا المكان. وهذه هنا. وهذه هنا. طيب لاحظ معي. سأقوم فقط بتشغيل هذه. سأحدد تحديد ريجن. ومن ثم سأضغط على علامة الإعادة حتى يعيد لي فقط هذا المقطع. استعمل بلاي ولاحظ معي ماذا فعلت هنا. لاحظت معي فقط في هذا الجزء. طيب كلها سأجعلها قليلة أو ناصية بالعراقي. دعوني فقط هذه كلها سأنزلها للأسفل في مستوى واحد تقريبا بهذا الشكل. ما عدا طبعا في اخر ثلاث نقاط سيكون هناك زياده في الصوت. دعوا اربع نقاط. اوكي في اول نقاط طبعا سنقرب هذه قليلا. اول هذه النقاط ماذا سيكون؟ سيكون هنالك انخفاض في الصوت ومن ثم سيزيد الصوت. اوكي سنعمل بلاي. لاحظ معي لاحظ معي هذا الأمر. طيب نحن تكلمنا عن هذا الكيفريم الموجود في هذا المكان. طيب عندنا أمر هام آخر الذي هو السماع اليمين والسماع اليسار. في بعض الهندسة الصوتية فيما يستخدموها مرة يجعلون الصوت من جهة اليسار ومرة يجعلونه من جهة اليمين. طيب هذا الأمر هل يمكن تطبيقه أيضا فيما يخص الصوت؟ طبعا يمكن تطبيق ذلك عن طريق ماذا؟ ايضا عن طريق الكي فريم. لاحظ معي في هذا المكان في البان وليس في الفوليوم. فوليوم في الصوت بان. هذه لاحظ ما مكتوب انه سنتر يعني الصوت متوزع على جهه اليمين وجهه اليسار. بس سحبناها الى اليسار ماذا سيصبح؟ لاحظ معي سيقول لنا ليفت او ال اختصارا لليفت يعني يسار ستكون 100% مسموعه اما جهه اليمين لا. وبالعكس لو سحبنا الى جهه اليمين سيقول لنا R 100%. ونلاحظ أنه يوجد خيط أو شريط. هذا الشريط الأحمر هذا بما يخص ماذا؟ بما يخص السماعات اليمنى واليسرى. تمام؟ طيب الآن سألغي هذه النقاط الموجودة هنا في هذا المكان. ولكن قبل أن نقوم بإلغاء هذه النقاط عندنا بعض من أنواع النقاط هذه. طيب ما هي هذه الأنواع؟ لو أتيت إلى هذا المربع هنا في هذا المكان وضغطت كليك يمين عندنا عدة أمور. الأمر الأول set to 6.0. طيب هذا 6.0 ماذا؟ ما هذا 6.0؟ بأنه في هذه النقطة تلقائيا سينتقل إلى الصوت رقم 6. إلى الصوت رقم 6 يعني زيادة في الصوت بنسبة 6 درجات. طيب مثلا أول نقطة هذه كليك يمين سنختار زيادة لستة. لاحظ معي تلقائيا صعدت إلى الأعلى. لو ضغطنا على هذه النقطة لاحظ معي الفوليوم أصبح 6. طيب لو أتينا للنقطة الثانية كليك يمين اخترنا 6.0 إذا في هذه النقطة سيصبح افتراضيا 0. لو ضغطنا على هذه النقطة مرة أخرى لأن اخترنا 0 سنضغط عليها سنرى أنه رجعت إلى 0. الأخرى كليك يمين لاحظ في هذا المكان سيكون إلى هذا INF هذه إلى الصفر. إلى الصفر يعني بدون صوت. لو ضغطت عليها مرة واحدة لاحظ معي نزلت إلى الأسفل معناه ماذا؟ بدون صوت صفر. لو أتينا إلى هذه الأخرى كليك يمين لاحظ خيار set to إذا ماذا؟ أنتقل أنت بكيف
براحتك يعني اي مكان تختار. اخترنا سيتو يقول لنا اكتب الرقم. ماذا سنكتب؟ نكتب مثلا خلينا نكون 40، مش 40، خلينا نكون 9. نختار انتر، تلقائيا صعدت الى 9. نختار كليك واحد، هذه 9، اعلى شيء 6 في هذا المكان. اوكي 6، اعلى شيء 6. اخترنا 6، نختار ممكن 5، نختار انتر. اذا اصبحت 5، اذا اعلى شيء 6. هي هنا 12 ولكن اعلى شيء هنا في هذا المكان 6. طيب كليك يمين اندر ديليت لحذف هذه النقطه. اوكي هذه نقطه حذفت. كليك يمين ديليت هذه النقطه حذفت. كليك يمين ديليت هذه النقطه حذفت. كليك يمين عليها، عندنا مجموعه من الامور: لينير فيد، فاست فيد، سلو فيد، سموث وشارب وهولد. هذه لينير تكون بشكل ناعم، فاست تكون بشكل سريع، يعني الانتقال يكون بشكل سريع. هي نقطه نفسها ونفس الصوت سيكون فيها، ولكن الانتقال سيكون سريع فيها. هنا كليك يمين سلو، انتقال سيكون بطيء بين الصوت بين هذه النقطتين. كليك يمين عندنا سموث، سموث هذا النوع، لا أعرف صراحة السموث ما معناه، لكن هذا سموث. أيضا عندنا شارب بنفس نفس الأمر شارب. كليك يمين عندنا هولد أيضا، هذه بالنسبة للأمر. طيب كليك يمين عندنا فلايب ذا بوينت، ماذا أصبح؟ قلب النقاط، هذه النقاط أصبح بالعكس عمودية. كليك يمين ثين ذا بوينت. كليك يمين ريسنت اول، كلها نرجعها. طيب قبل ان نرجعها، هل نستطيع عمل نقطة لحالنا؟ نحن نريد عمل نقطة فقط لنا. اوكي نأتي الى مثلا هذا المكان، دبل كليك اصبح لنا مربع، هذا مربع نتحكم فيه. هنا في هذا المكان دبل كليك، هذا مربع نتحكم فيه في الصوت. هنا دبل كليك، مربع نتحكم فيه في الصوت، زيادة او نقصان على حسب ما نريد. طيب اريد حذفها كلها، كليك يمين اختار ريسيت اول. ماذا اصبح هناك؟ حذفت، والافتراضية اصبحت في مكانها، خط الازرق لاحظ معي هذا في هذا المكان. انا حاليا هذه هذا خط الازرق، النقاط انشيلها واسحبها. هذا بالنسبة للصوت بدون ان اختار كيف، طبعا هذا الغيته هنا حتى لا عندما نغير من هذا المكان تلقائيا يتغير. اوكي هذه النقاط هنا، كليك يمين ريسيت اول، رجعت كما كانت. طيب بالنسبة للسماعات أيضا نفس الأمر. الآن في البداية سيكون الصوت سأضغط على التاتش، ومن ثم سأشغل، سألغي هذه، سأشغل. في البداية سأجعلها على السماعة على جهة اليسار بالسحب على جهة اليسار، بعد ذلك السماعة على جهة اليمين. أوكي سنعمل بلاي، ولاحظ معي أهم شيء نضغط على التاتش، نعمل بلاي ونحرك الخيار الثاني اللي هو فان. لاحظ معي. لاحظ معي أنه نحن قمنا بتحريكه جهة اليسار. لو ضغطنا في الكيبورد على السهم اليمين، لاحظ معي لو حركناها قليلا في البداية ستكون عادية. على ذلك لاحظ معي عندما وصلنا إلى هذا المكان، لاحظ معي تلقائيا ظهر الـL وظهرت هذه الجهة اليسار، حركناها أيضا، ماذا أصبح؟ ينتقل تلقائيا إلى 100%. في هذا المكان أصبح الصوت 100% على جهة اليسار، إذا صوت الجهة اليمين لا يسمع، فقط اليسار. بعد ذلك رجع كما كان. طيب أنا أريد أنشئ أيضا نقاط، نفس الأمر. لاحظ معي هذا فيما يخص طبعا هذا علو الصوت. الثانية هي خاصة بسماعة اليمين واليسار. نفس الأمر بالنسبة للنقاط، دبل كليك دبل كليك دبل كليك. عندنا هذه ثلاثة أماكن. في البداية ستكون هذه النقطة هنا، هذه النقطة هنا. أوكي أوكي هذه أسحبه أيضا، هذه بالنسبة للنقاط بهذا الشكل، كلها ستكون جهة اليسار. لو سحبنا إلى الأسفل لاحظ معي هذه جهة اليمين، حرك النقاط، نزيده قليلا رايت
رايت اوكي. في بداية لاحظ معي في هذا المقطع فقط سيكون انتقال من الصوت جهة اليسار أو السماعات اليسار إلى السماعات اليمين. لاحظ معي انتقال السماعة جهة اليمين جهة اليسار. طيب هذا أيضا بما يخص هذا الأمر أيضا نفس الخيارات تقريبا موجودة فيها. طريقة سيتقول رجعت كما كان نزيل علامة التاتش من عندها هذه العلامة أيضا. إذا أصبح بهذا الشكل. طيب نريد الآن دمج بين الصوتيات. عندنا مثلا هذا لل الدعاء أو النشيد أو القصيدة دع علي ما تفعل ما تشاء. هذا نريد أن ندمج معه مثلا صوت آهات مثلا، ونريد أن نعمل دمج بينه خفيف حيث يظهر الصوتان معا. طيب عندي مجموعة من الآهات الحزينة نسحبها للأسفل. لاحظ معي في البكرة نشاهد من صوت قليل زائد هنا. طيب نشوف ما كانت هنا. بعد ذلك لو أتينا للتشغيل سيشتغل الاثنان معا ولن يكون الصوت واضحا، يعني صوت آهات مع صوت صوت أي شيء صوت الآخر. طيب ما سنفعل؟ سنقوم بتقليل صوت الآهات. طبعا صوت الآهات من هنا فوليوم خلال اليسار الآن قلت. لو أتينا إلى تشغيلها نعمل بلاي. لاحظ معي أنه إلى حد الآن لا يوجد صوت آهات. طيب سنختار من هنا. لاحظ معي نحدد التراك الآهات نختار الاس هذه أصلناها نعمل بلاي. طب حاليا أتيت سأقوم بعمل ميوت لداعي الأيام وسأقوم بتشغيل هذه فقط لأرى مستوى الصوت. صوت آهات خفيف سأقوم بزيادته. أوكي بهذا الشكل أعتقد أنها جيدة. لو شغلنا الاثنان معا لاحظ معي صوت الآهات مع صوت المقطع الأصلي. طيب لاحظ أن الصوت الأول أعلى من الثاني بكثير. طيب سأقلل الأول أيضا مثلا بهذا الشكل ونعمل بلاي. لاحظ معي الصوت الثاني أصبح أعلى قل بزيادته قليلا حتى نرى مستوى مناسب. طيب الصوت الآهات لا يناسب كل المقاطع الصوتية، يعني مثلا في هذا المقطع الصوتي لا يوجد هناك فراغ بين كل بيت أو كل كلمات تلقائيا يتم اللفظ. لا يوجد هناك مكان خالي حتى نسمع فيه الآهات لحالها. طيب ممكن نجرب على هذا الأمر عن الأشياء، لكن هذا بالنسبة للدمج بين الصوتين. نقوم بتقليل الصوت الثاني ومن ثم الصوت الأعلى سيكون هو الصوت الذي فوق صوت النشيد صوت آخر. طيب بالنسبة للفيدن هل نستطيع أيضا كما فعلنا في الفيديوهات من الظلام إلى النور، هل نستطيع هنا أن يكون تدرج في دخول الصوت؟ أيضا طبعا نفس الأمر هذا بالنسبة للكيفريم في الفوليوم هذه كما شرحناها، ولكن هل يوجد أيضا فيدن لما يأتي إلى بداية الصوت؟ لاحظ معي فيد أوفسيت أيضا موجودة في الصوت. طيب ساحب إلى جهة اليمين سيكون هناك دخول خفيف للصوت. طبعا سأختار هذه المدة مثلا ولاحظ معي كيف سيدخل. لاحظ معي طبعا صاحب الصوت من هناك كليك يمين في هذا المكان تعديل تراك. سأقوم بزيادة أيضا بهذا الشكل. سأقوم بتغيير الفيد كليك يمين اختار فيد تايب اختار دخول ببطء. سأختار بلاي. لاحظ صوت بطيء يزيد يزيد يزيد. طيب هذا بالنسبة لدخول الصوت بتلاشي من هذه الأمور.
فيما يخص الصوتيات. طيب بالنسبة للفلاتر، هل يمكن إضافة فلاتر لهذه الصوتيات في البرنامج؟ طبعا يمكنك إضافة فلاتر بكل سهولة، منها فلاتر خارجية ومنها فلاتر داخلية. سنشرح الآن بعض من الفلاتر الداخلية وما يمكننا عملها في البرنامج. الآن ننتقل إلى فلاتر، كيف يمكننا إضافة فلاتر إلى الصوتيات. طبعا إضافة فلاتر على تراك كامل، عندنا مثلا هذا التراك في أكثر من 5 أناشيد أو أكثر من 5 مقاطع صوتية. إضافة التراك أو مؤثر صوتي على كافة التراكات الموجودة أو كافة الأصوات الموجودة في هذا التراك، نأتي إلى هذا المكان تراك افكس. هنا لاحظ معي تقايين يعطيك مجموعة من التراكات الموجودة الافتراضية، يعني تقايين هو يختار لك مجموعة من التراكات. طيب إضافة فلتر جديد أو تأثير جديد، عندنا بلاجن اختار مرة واحدة، تقايين يأتي لنا بمجموعة التراكات الموجودة أو الفلاتر الموجودة في البرنامج. طيب نحن نجي فقط على هذا الصوت مثلا، نأتي لهذا المكان نختار مرة واحدة. طيب يقول لنا حاليا أنت لا يوجد لديك أي شيء موجود في هذا الصوت أو مقطع الصوتي. عندنا مجموعة من الأمور، مثلا سنختار ديلي أو الصدى الموجود. ممكن نختار ريفيرب أو ديلي، نلاحظ هنا إكسبريس إفكس ديلي. إما دبل كليك على الفلتر تقني يضاف الأعلى، لاحظ معي، أو نختار دبلك أو نختار مرة واحدة مثلا هنا ريفيرب، هذا نختار آد. إذا الاثنان هنا لحذف فلتر معين، نختار اسم الفلتر من الأعلى، نختار ريموف من هنا، يتم الحذف، نختار من هنا مرة أخرى، نختار ريموف. طيب عندنا ريفيرب وعندنا ديلي، أضيف الاثنان دبلك عليهم ثم سأختار أوكي. تلقائيا لاحظ معي في الأعلى ماذا نزل لدي؟ نزل فلتر ريفيرب وديلي، ديلي الصدى وريفيرب إعادة الصوت، إعادة الصوت كأنك في مكان. طيب الآن سآتي إلى بداية التراك هذا. طيب ممكن نسحب التأثيرات هنا، سحب إفلاتي في هذا المكان. نأتي إلى فيديو بريفيو. في البداية عندنا صوت الاستعادة. طيب لو أتينا لصوت الاستعادة نعمل زوم، لاحظ معي انه صوت الاستعادة باين انه من هذا المكان الى هذا المكان، انه في ترددات الصوت هذه مختلفة. طيب لنرى هذا الامر بشكل اكثر، استطيع تكبير التراك من هنا، لاحظ معي عندي هذا فقط التراك، سحب ويب سحب الى الاسفل، لاحظ معي هذا الامر يبان اكثر عندي، لاحظ معي من هذا المكان الى هذا المكان. طبعا يمكننا ايضا تكبير هذا الشيء قليلا. طيب هذا المقطع الصوتي فقط هنا في هذا المكان، اوكي سأحدد من نهاية الاستعادة الى بدايتها بهذا الشكل. اذا حددت ماذا؟ حددت هذا المكان او هذا الصوت فقط سيكون التأثير عليه. اول شيء سأقوم بإلغاء الريفيرب او الديلي وزير عمد الصح من هنا، اذا الفعال هو فقط هذا الامر. لو أتينا نعمل play. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاليا ليس عندنا شيء. لو قمنا بزيادة هنا لاحظ معي room type نوع الغرفة، تكون غرفة صغيرة، يعني كأنه في غرفة صغيرة، هذه غرفة صغيرة، ونقوم بزيادة حجم الغرفة مثلا تكون غرفة واسعة، عندنا live lens وعندنا قوة الريفر، نعمل play. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظ معي اختلفت، اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا. لاحظ معي أصبح بهذا الشكل. طبعا أنا قلت أنه نحدد ومن ثم نضيف فلتر معين عليه، وحددنا أيضا لا نكون بهذا الشكل. نختار S، نقطع الصوت، لاحظ معي قطعنا الصوت، هذا الصوت الحالي، سحبنا لتراك آخر، هذا التراك ممكن يكون بهذا الشكل هنا. طيب هذا بالنسبة للصوت، هذا الصوت.
فقط الاستعادة. لو غيرنا الرون تايب جعلناها بلات، هذه الريفيرب أو إعادة الصوت هنا، ممكن هذه نقللها شوي. لو عملنا بلاي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سأزيد هذه كلها لحظة ما تزيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حسب نوع التأثير. مثيلة ديب هال أنت بداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ممكن هذه نزيد قليلا نقللها. هذا على حسب استخدامي. مثلا عندي ريتش هول، ممكن زيد نقص هذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هذا بالنسبة للريفيرب. عندنا ديلي نزيادة الصح هنا، نأتي أمام الصح هذه حتى تفعل حاليا، نختارها مرة واحدة. ديلي إعادة تكرار الصوت، يعني تكرار الصوت. طيب لحظة معين سأختار بلاي، حددتها. عندنا بريسيت هنا إعادة تغذية في كل ثانية وثانيتين، هنا إعادة تغذية الكل، هنا عندنا إيكو، هذه مجموعة البريسيت. طيب نختار الأولى 1 2 second delay. لاحظ معي كرر الصوت مرة واحدة كل كلمة. طيب اختار الخيار الثاني. عادهم مباشرة. الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك زاد الصدى وقلل الديلي. طيب لو أتينا إلى إيكو، الديلي أنقصها. تعرف ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تردد في الصوت وفي الحديث. خريبوت فول. لحظة معي ديلي فول. وهنا ديكي أو ديسي. سين. وهنا ديلي صفر. لاحظ معي كيف أسوي الصوت. أعوذ بالله من الشيطان. لاحظ معي بالنسبة لهذا الصوت، صوت روبوت. لاحظ معي مكتوب روبوت، يعني طبعا هذا الأمر لا يجوز نقوم به في الاستعادة، يعني استغفر الله العظيم من هذا الأمر. طيب ممكن نستخدم صوت عادي، صوت أي شخص عادي، نسجل صوته عادي في برنامج سوني فيغاس، وعلى ذلك نجعله كروبوت. اختار روبوت، او باننا حفظنا الديلي سيكون 100% والديلي هذه ستكون صفر تردد. هنا ديكي او ديسي نختاره 90. تلقائيا ماذا سيصبح؟ سيصبح روبوت. هذا بالنسبه لهذا الفلتر. طيب مثلا اريد حذف فلترين او فلتر هذا فقط، ساحذف مثلا ديلي، ساختار هذه العلامه هنا remove select plugin، حذف. طيب سأختار العلامة اللي بجنبها بلغن، نضيف تأثير آخر. عندنا مثلا فوليوم، اوكي اوكي. هذه بالنسبة لزيادة الصوت. لاحظ معي لو أننا قمنا بتشغيلها، أعوذ بالله، صوت عادي. ممكن أنهم نلاحظ من البريسيت إعداد سيت أول، هذه افتراضية. ممكن أنه نقللها، نفس الخيار الموجود هنا في الفول، كنا نزيدها إلى 6. إذا هذا نفس الفلتر موجود في هذا المكان، نختار الفلتر آخر مثلا الشتر. نختار أوكي أوكي، بنزل الشتر. طبعا سأحذف الصوت هذا، مثلا نختار الصوت هذا آخر. طيب نضيف فلتر هنا، اختار شطر. اوكي اوكي، لو اتينا التشغيل يا امي ما صوت فيه شيء. الشطر عندنا مجموعة من الاعدادات الجاهزة له. يا امي ما، لاحظ معي هذا بالنسبة للفلتر، يعني هذه مجرد امور فقط تستخدمونها. يا امي ما، هذا بالنسبة للفلتر. ممكن نضيف فلتر آخر، عندنا تراك إيكو أو إيكيو.
هذا بالنسبه لي ايضا ما عملناه في الكي فريم الخاص بقص الصوت وزيادته. طيب هذا الفلتر شغل ودي حفظه وتختاره، ومن ثم لو اتينا البلاي يا امي ما صوت عالي عندنا 1 2 3 4 انزلنا هاي الاسفل ماذا سيصبح؟ لاحظ معي جين، هذه او جين خاصه بالصوت، هذه هذا العلامه هنا لاحظ معي لو انزلتها هذه نفس اللي تعملناها عندما نرفعها تزيد عندما ننقصها بهذا الشكل تقل، في البداية سيكون قليل بعد ذلك يكون بهذا الشكل، ممكن ننتقل من هذه المفاتيح هنا الى 3 يكون عالي بهذا الشكل، 4 يكون ممكن يكون بهذا الشكل، هذه يكون شوي قليلها شانل قنوات القناة اليمين واليسار تشتغل حاليا. طيب البريسيت ايضا مجموعة من نختار 15 مثلا في النقطة رقم 2 3 ممكن رقم في 2 نختار هذا الامر، ممكن نختار هذه في الواحد نختار الامر الثاني نختار في الرابعة امر الثالث، يعني على حسب ما نريد ديفولت اخترنا ديفولت الافتراضية. طيب سنختار مثلا نحن الان في النقطة الاولى نختار يكون 7 درجات هذا فيما يخص النقطة الأولى 7، النقطة الثانية آذير، الثالثة شيء آخر، الرابعة شيء آخر، نعمل بلاي يا أمي ما والله عندنا لو شيلف هذه تغير تلقائيا في هذه مثلا في هذه النقطة تكون شيلف، نكون نغير من هذه الإعدادات الموجودة مفاتيح موجودة بهذا الشكل. النقطة الثانية اختار إنيبل حتى تفعل يمكن نقص الصوت، الثالثة اختار إنيبل حتى تفعل إذا لم تكن فعل، الرابعة إنيبل موجودة ممكن نقلل هذه شوي نجيبها بهذا المكان هذه النقطة يمكن هذه النقطة كان النقطة الأخرى الأولى ممكن نختار الأرقام يعني 50 متر كي. حاليا موجودة هنا بهذا الشكل لو اخترنا بلاي يا أمي ما عالية، وبهذا الأمر بالنسبة لي الفلاتر. طيب عندنا شيء مهم جدا وهو إزالة التغبيش أو التشويش في مقاطع الصوتية في سوني فيجاس. فلتر إزالة النويز ليس موجود، يعني إزالة الشوشرة والنمش أو أي مكان الإزعاج الموجود فيه. طيب ماذا سنفعل؟ سنستخدم برنامج ملحق أو برنامج مساعد، برنامج معروف عند البعض برنامج أوديكاتي أعتقد اسمه هكذا، أوداسيتي على حسب. في هذا البرنامج سنقوم بإزالة الشوشرة أو التغبيش أو أي ما كانت عن مقطع صوتي ومن ثم جلبها إلى السوني فيجاس. مثلا عندنا كل شيء تمام في العمل إلا الصوت، يوجد في بعض الأماكن صوت خارجي أو صوت الهواء عند التسجيل، هذا الصوت نريد إلغائه، كيف ذلك؟ عن طريق هذا البرنامج. في البداية سنذهب سنفتح البرنامج، سأعطيكم رابطة مباشرة للتحميل. نختار فايل، نختار إمبورت، مع ذلك نختار أوديو. سنقوم بإضافته إما أو اختصارا كنترول شيفت أي. نختار مرة واحدة. بعد ذلك نقوم بإضافة مقطع صوت عندنا في الكمبيوتر. عندي هذا المقطع الصوتي، المقطع الصوتي نفسه دع عليه أنت فهمت الشيء. بسبب الاختيار لأنه يوجد نويز فيه. طيب نريد عمل زوم للمكان، كيف نقوم بعمل زوم؟ لكي نعرف مثلا انا في البداية اعرف انه يوجد كم ثانية فيه. عندنا لاحظون اداة الزوم نختار واحدة زوم تول، بعد ذلك نلاحظ الشكل تغير شكل زوم، نأتي الى بداية نعمل كليك واحد كليك 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 لاحظ في هذا المكان هنا يوجد شوشرة، عملنا بلاي لاحظ هذا كله ماذا؟ كله نويز. طيب انا عملت زوم الان بالكليك يسار، اعمل زوم اوت كليك يمين
عملنا زوم اوت. طيب اريد تحديد هذه المنطقه فقط في البرنامج كيف احددها فقط. فوق علامه الزوم هذه علامه التحديد هنا سيليكشن تول. بعد ذلك اتي للتحديد هذا الجزء فقط. هذا الجزء فيه شوشر. بعد ان احددها اذهب الى افكت احدد الجزء. اذهب الى افكت نويز ريموفل. في بعض الاحيان هذه القائمه لا تظهر. لماذا؟ لانه انت مشغل حاليا. فماذا تفعل؟ تعمل ستوب. بعد ما تعمل ستوب تقدر التحديد تحدد. بعدها تذهب الى افكت اختار نويز ريموفل. راح اختار نويز ريموفل عندي هذه القائمه هنا الكميه الازاله من هذه الامور هذه اذا افتراضيه. ساختار جيت نويز بروفايل. لماذا؟ سنحدد هذه المنطقه. سنقول ان هذه المنطقه هي اللي فيها. سناخذ عينه من الصوت اللي فيه تغبيش. اخترنا جيت. طيب هو حاليا اخذ. هل طبق التاثير؟ لا لم يطبق لان لم نختار اوكي فقط اخترنا جيت. طيب ما زال محددا ايضا سنختار افكت واختار نفس الخيار نويز ريموفل ومن ثم نلاحظ انه اوكي مفعله. طيب نويز ازاله ريموف اوكي. نختار نكون اختارنا اعدادات قوه الازاله هذه امور نسي هذه قريبا. نختار اوكي. نلاحظ ان الصوت سيختفي. لو اتينا للتشغيل منذ البدايه لاحظ معي الصوت اختفى. بالنسبه للبدايه هذه نمو حديثه طيب اختار ديليت منهم. لاحظ معي لو شغلت لا يوجد صوت مباشره. صوت النويز اختفى. طيب اريد تطبيقه على كامل المقطع فقط احدد اي مكان من هنا. نختار كنترول اي نتاكد من عملية ستوب حتى تظهر الداتا. نذهب الى افكت نختار رويز نويز ريموفل. احنا اخذنا عينه اصلا في السابق. نختار اوكي. لاحظ معي نويز ريموفل نويز تلقائيا تم حذف كل نويز موجود فيه. عملنا بلاي اي شيء فيه نويز سيختفي. دعي الايام تفعل ما تشاء. طيب بعد ان انتهينا من ازاله النمش والتغبيش او شوشره نختار فايل. بعدها نختار اكسبورت. بعد ما نختار اكسبورت سنختار اي مكان والنوع الصيغه اللي سنختارها ام بي 3 او ويف حسب ما كانت. اي صيغه تركب في سوني فيجاس تقريبا. سنختار سيف. يقول لنا الاسم والعنوان هذه اذا اردتم فقط عبئوها. طيب سنختار اوكي مباشره. يتم الحفظ. بعد الحفظ ناتي للسوني فيجاس تعمل جلب للصوت. جلبت الصوت على MP2 لا يعمل. صوت ويف عفوا. لاحظ معي لو اتيت شغلته الان لا يوجد اي تغبيش. هذا الاصل الجديد. لاحظ معي لو شغلته في البدايه لا يوجد اي تغبيش. طيب لو اتينا الى الاصليه هذه الاصليه سيكون هناك تغبيش او نوع من الصوت الغير واضح. لاحظ معي هذا كله أزلناه في الطريق برنامج ذكرتي أو أداستي. طيب هذا كان كل ما يخص هذه المحاضرة. إن شاء الله تكون واضحة. وإذا لم يكن شيء واضح فقط أبلغوني بالأمر. سأعطيكم إن شاء الله تطبيق لهذه المحاضرة عندما سأنزلها. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.